السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشتركين في قناة كيفية صناعة النماذج الحربية المصغرة، اليوم سأقوم بتعليمكم كيفية عمل الماسكينج. إذن كما تلاحظون هنا، هذه الطائرة من نوع L39 جزائرية، إذن أريد صناعتها أو أريد طلاءها بالألوان الجزائرية. إذن تلاحظون أن زجاج قمرة القيادة أو ما يسمى بالكانوبي، تلاحظون بأنه مغطى بمادة عازلة، وذلك لأنه عندما نقوم بعملية طلاء النموذج لا نقوم بطلاء أو إفساد زجاج قمرة القيادة. إذن طريقة سهلة وبسيطة، كل منا نستطيع عملها بطريقة بسيطة وأدوات يمكن اقتناؤها من حيث نحن من الجزائر أو في المغرب، إذن بدون شرائها من الإنترنت أو من شركة إدوارد العالمية. إذن كما تلاحظون هنا، إذن أنا عندي لدي كانوبي، إذن سأقوم بعملية الماسكينج لهذه المنطقة. إذن الطريقة ستكون بواسطة الماسكينج تيب أو الشريط اللاصق. إذن بطبيعة الحال أنا عندي هذا الشريط حوالي 5 أو 6 مليمترات في العرض. إذن أقوم بالتالي، بسم الله، إذن أقوم بقطع قليل من الشريط، أقوم بوضعه على الكانوبي. إذن ثم باستعمال خشبي، إذن أو ما يسمى بالكيردون، إذن أقوم بعمل التالي: تحديد الحواف، عذرا على الصورة، تحديد الحواف، إذن على النحو التالي. إذن ترون النتيجة. الآن كل ما يجب القيام به هو إحضار السكين القاطع. إذن السكين القاطع هذا أقوم بقطع الحواف على النحو التالي. إذن ثم جيد. الآن لاحظ معي النتيجة زميلي أو أعزائي المشتركين، إذن باستعمال أدق أعيد نفس العملية. الانتهاء النموذج. إذن زملائي، هي النتيجة، نتيجة جد ممتعة وجد فعالة. أنا الطريقة هذه نستعملها بزاف في الأعمال نتاعي. إذا نلاحظ الآن سأقوم بطبيعة الحال الكانوبي هذا هو لطائرة سلاح الجو الملكي البريطاني المملكة المتحدة. الطائرة هي الباي سيهرير. إذا نلاحظ هنا عندما أقوم بتثبيت
الكانوبي. لاحظ النتيجة، الآن عندي عملية طلاء، بعد عملية طلاء طلاء النموذج بواسطة ديان مخصص، أقوم فقط بنزع هذا الماسكينج أو الماسك هذا، لأن تبقى قمرة القيادة واضحة ويمكننا برؤية كل ما يوجد بداخل قمرة الطيار. إذا شكرا لكم زملائي المتابعين، أرجو أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لمتابعة أعمالي وفيديوهات التي أقوم بوضعها لكم في الصفحة، وإن شاء الله تكونون جميعا من الموديلرز الجزائريين، وهذا أتشرف بكم بطبيعة الحال. أنا مراد جلول، صفحتي على الفيسبوك، لدي فيسبوك شخصي هو مراد جلول، أما صفحتي المخصصة بالنماذج الحربية فأنا أسميها ماكيت ألجيري، يمكنكم متابعتي على صفحتي في الفيسبوك. شكرا لكم وإلى اللقاء في مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.